مقع مصطفى المرماري. من هم هذول؟ من نومي كين وخوهم هذا خبالة ذوق جالس هناك ملي حقي. اوه من هم هذا؟ هذا متبعي. رجالة راح اللقسة. منهم هذوم؟ أنا مغرمي من الحارة اللي تحت. طيب هذوم منهم؟ هذوم تبعي. يا أخي الحين نحن نستأذن. هيا وينك؟ الآن كملت الحلوق ولا أزيد. موقع معك؟ خلاص باقي الآن وضع هنا. يلا هي تحت تعال سريع شرح. وينك مع اللي ساعة دورة؟ كان الحلق زحمة. طيب ايش وقع مالك كم حمير؟ في واحد ضرب واحد مسكين وانا قمت معه. شوف السلات الغذائية عوديتين لهذا المكان ولا لا؟ لا عوديتها ايش؟ لا. طيبها بدل السلة الغذائية انا برأيي انك تروح تجي لهم الياس. هذه منها 50,000 العائلة المذكورة داخل الملف تروح تشيل له من الباب حق الشركة ورح توزع للفقراء والمساكين عشان تفتح لنا داعي. تفضل. انت بي ولا لا؟ انا ابو هذي 200,000 ما بشتر فيه ما بشتر فيه ليش انت لك؟ كيف عملك؟ لمو عسمون لك بي عشان اتصرف عليك انا؟ وانا اللي ما حملت بك تعشو ما حملت بك لا حملت بك امك احتراما للعيش الملحي هذا لا حسبي الله ونعم الوكيل على هذا الاب المفصح العاصي ولو في لقصة على الحاصل ما ظهر عليك يا ابو طعنت واحد ما اجدر ما اجدر انه مثل لا شو خالقنا
خارقنا خارقنا. سنخبيك في مكان يا ابو لا يعرفك احد. اين ايش خبي ايش خبي ايش بي وش بيقتلونا سنة خارقنا. اصبر يا اخي صح اننا نفصل نفصل بس مغلش مغلش يا اخي ضروري انك تخالينا والله. طبعا نخبيك عند امك. الحاصل اي مكان. صفران ايها الرجل. سريع 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 خارقنا. ماذا فعلت في توزيع؟ يا اخي والله انا وزعت لك 5000 ريال. الله عليك ايها الرجل. انهض انهض يا ابو الكلب. سريع 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 يا عبد السوري. سعد دوخ. سعد الطعن. يا اولاد وقف. تعال سعد معانا. وها سعد مات. منو سعد؟ ماذا فعلت غير المصيبة بك يا إنه خلاص السوء يدورك. أي إنه الحاجة ما تحكي لك. إن قامت قيامك خالت خالت أكثر سمرة. قحت ترى ولا حاجة قحت ترى قحت تموت شي مني. ما فعلت حاجة. ما فعلت حاجة. أنت فعل ما لا في مصايب كلها. وطعنت واحد بالرجل وراح رحمة الله ما عملتش حاجة ما عملتش هنا. هذا هذه جريمة بسيطة. ليش ما حصل؟ عليك لحم الله. وحنا طيب ما حصل قل لي. من قتل نفسه كأننا قتلنا الناس جميعا. طيب اهدى المحصل فقعناش. القيادة السوري يدور لك. الفرس كني والفعل. عبد الله السوري. نعم. لا عليك ما عملتوا. ليش ما عملتوا؟ القيادة السوري يدور. ماذا فعلت من مصيبة غير تلك أيها الرجل؟ هرم ماذا فعلت أيها الرجل؟ قتلت واحد والله خارجنا من زمان. ماذا فعلت؟ هذه من مصيبة التي تعمل غيرها. فتأتي بمصيبة وتأتي بغيرها. ما عرفت أن أمات. ما عرفت أن أمات أن أمات. طبيعتك أمك وعدتك خالتها أمك. دخلنا مخزن ولا معي دخلنا مخزن. لا مخزن ولا مخازن أيها الرجل. ما شفت الله عبد الله السوري. عبد الله السوري. شفت الله عبد الله السوري. وماذا نفعل لي؟ ماذا نفعل بك أيها الرجل؟ ماذا نفعل؟ عبد الله السوري. ماذا نفعل بك أيها الرجل؟ يقتلنا عبد الله السوري. يقتلنا عبد الله السوري. خلق منك. خلق برحم منك. شفتنا بهذا حق ما هذا أيها الرجل؟ لا الله عليك. يعني ممكن أن نكون على مستوى نكون على مستوى فوق. نحن نطلع فوق صغار. لا بحوت يا زعيم. احنا تحت أمرك. اوكي اوكي نطلع. حيينا خطر والخط جينا عملنا البحر. حنا رجال فينا الخير نصلح للرجل رجال. تقتل تطعن تسرق تتهباش
يرد لك على السجارة؟ أنت سبب دمار الشعوب. ماذا تتكلم؟ أنا أقول لك اهدى أيها الرجل، اهدى. من اللي اهدى؟ من اللي فوقك؟ من اللي دعمك؟ اهدى، لا أحد فوقي ولا أحد يدعمني. شيت فساد اليمن واليمنيين بهذا المقدرات. لا أحد يدعمني أيها الرجل. أنتم الآن تستهينوا به، شعور مني الآن خلاص بيشرب ويخدر فقط. إحنا قد إحنا بحرب، حصار، دمار، وقوع فوق. وأنتم تفسدوا شبابنا بهذه العملات، تخلوا يقتل أبوه وأمه حتى. من اللي دعمك؟ من اللي دعمك؟ والله لا صدفيك. من اللي دعمك؟ لا ولا فساد. من اللي دعمك؟ أصلا أيها الرجل. من اللي دعمك؟ من اللي دعمك؟ لا فساد ولا فساد أيها الرجل. لا فساد ولا فساد. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ الآن بقتلك. صبر صبر صبر. عادك سلمة قدامي. شكرا أيها الرجل. أنت السبب بكل اللي عملت لي، وخليتنا قاتل، وخليتنا مجرم، خليتنا أبيع أهلي علشان خالتك أيها الرجل. سجانة هذه اللي خليتنا أبيع أمك أيها هل انت خليت عنها مقيمين؟ اقسم بالله العظيم انا بقتلك بداله. لستو انا. بقتلك بداله. لستو انا. بداله. لستو انا وانما هي قيادة الرقية. قيادة اسرائيل. اسرائيل. عارف شغل مع اسرائيل. موت. هيا. لستو انا. موت. خلاص. 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 أنا مرة ثانية أنا ما عشت مش معهم أبداً والله العظيم خلاص أنا تايب تايب هذه جريمة ثانية انك ارتكبت وقتلت وفي قانون شي قدامي.